تواصلت اليوم في العاصمة صنعاء وبحضور الممثل الأممي جمال بن عمر جلسات الحوار السياسي في ظل مقاطعة أحزاب المشترك وحضور أحزاب أخرى. في الوقت الذي تصر فيه أحزاب اللقاء المشترك على مقاطعتها الحوار الذي يديره جمال بن عمر في العاصمة صنعاء مع الأحزاب والمكونات السياسية، تواصلت اليوم تلك الجلسات وبين أجندتها قضايا مختلفة وفي مقدمتها تشكيل مجلس رئاسي. هذا اليومين معنا موضوع مهم وهو المجلس الرئاسي الذي بيسد فلاقة رئاسة وهذا المجلس الرئاسي هو طبعا ضمن الإصلاحات لمؤسسة الرئاسة، لأن مؤسسة الرئاسة كان في أخطاء وكان في سوء إدارة وأدت إلى عرقلة التسوية وما حدث ولذلك نحن بصدد إصلاح مؤسسة الرئاسة وفي إجماع على تشكيل مجلس رئاسي. كاد يكون هناك الاتجاه والقناعة عند جميع المكونات بأنه لابد من إجراء إصلاح عملي في مؤسسة الرئاسة للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، حيث ثبت بأن مؤسسة الرئاسة خلال الفترة السابقة من المرحلة الانتقالية لم تقوم بإنجاز المهام المحددة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. بدا الحراك الجنوبي اليوم الممثل في حوار بن عمر منقسما على نفسه، ففي الحين الذي دعا فيه مستشار رئيس الجمهورية وممثل الحراك ياسين مكاوي إلى نقل الحوار إلى خارج اليمن وبما وصفه بالمكان الآمن، واصل ممثلون عن الحراك حضورهم في جلسات حوار اليوم. هذا رأيه الشخصي كما يرى، نحن نرى أن اليمن واسع وأنه الأماكن محلات مناطق كثيرة ربما تكون مناسبة لعقد هذه الجلسات، لكن هنا الرأي العام في على الطاولة هنا في موبنبيب أن صنعاء أكثر أمنا وأن موبنبيك هذا المكان أكثر أمنا أيضا من أي مكان آخر. أحزاب تؤيد وتدعم شرعية الرئيس هادي وأخرى تنكر هذه الشرعية وتراه في حكم المستقيل كالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، باعتبار أن البلاد تعيش فراغا دستوريا، انقسام يراه المراقبون مؤشرا على انسداد الحلول السياسية ويزيد من مسافة الالتقاء على طاولة واحدة، مما قد يرسم مسارات تصعيدية متناقضة.